الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نتمم قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر 11 لعام 19 و2000، وقد وقفنا وبلغنا الباب 43 باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. تفضل قرأ المتن الرشيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح: هذا الباب فيه بيان حق الله عز وجل، تعظيم من تعظيم الله عز وجل ان نحلف به وحده وندع الحلف بغير الله عز وجل. وقد مر معنا ان الحلف بغير الله شرك، شرك لفظي، شرك اصغر، ما لم يعتقد الحالف بغير الله ان المحلوف به كعظمه الله او اعظم من الله، فيكون حينئذ ايش؟ من الشرك، من الشرك الاكبر. طيب، وعاده عامه المسلمين لو حلف بغير الله فما يعتقدوا ان المحلوف به كعظمه الله او اعظم من الله. هذا لا يتصور ان يقع من مسلم. نعم، يقع من ينتسب الاسلام زورا كالرافضه، ممكن يحلفون بغير الله مع اعتقادهم بان هذا المحلوف به كعظمه الله او اعظم من الله. ومنهم يقول: الله كالولي، والولي ايش؟ مثل الله، نعوذ بالله. وهذا طبعا يقول الله عز وجل: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. اما سائر المسلمين فلو حلفوا بغير الله فانهم لا يعتقدون ان المحلوف به كعظمه الله او اعظم من الله. لكن نتفق الان على ماذا؟ على ان الحلف ونوع من التعظيم المحلوف به، صح؟ لذلك عادة حتى الذي يحلف بغير الله يكون شيء عظيما، لا يحلف بشيء يعني مهان، وإنما يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكعبة، بأولاده ونحو ذلك. فإذا أحق من يعظم هو الله عز وجل. فذلك كان عادة العرب وما زال يومنا هذا يحلفون بآبائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وأعم من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد كفر وأشرك، يشمل الآباء وغير الآباء. هنا على سبيل المثال، لأن هذا ما كثر يعني وروده على سنتهم الحلف بالآباء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، يعني احلف بالله وراعي أنك إذا حلف بالله اصدق، لأن هذا في تعظيم الله عز وجل. من حلف بالله فليصدق. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله كثيرا: والذي نفس بيده، والذي نفس بيده. حتى من نظر إلى أطراف الأحاديث، إلى الأحاديث التي رتبت على أطراف ألفاظها، فلو جئت إلى حرف الواو تجد أحاديث كثيرة صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفس بيده، فيقسم عليه الصلاه والسلام حتى لو لم يستقسم، يعني حتى لو لم يطلب منه قسم، لانه يريد ان يفعل شيئا عظيما فيقول: والذي نفس بيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. هذه الجمله الثانيه، الاولى لا تحلفوا بآبائكم، الثانيه من حلف بالله فليصدق، يعني اذا لم يحلف بأبيه فحتما يجب ان يحلف بالله، فإذا حلف بالله فليصدق. والصدق مطلوب سواء حلف الإنسان أو لم يحلف. وقد مر على بعض الناس أنه
قال خبرا كذب فيه. فلما اكتشفناه وولعنا قال بالاكل اللي ما حلفت. سبحان الله، يعني هل يجوز ان يقول الانسان كذب بما انه لم يحلف يقول كذبه؟ الكذب هذه كبيره، واذا حلفت وكذبت هذا صار اغلظ، صح؟ واذا حلفت وكذبت وترتب على ذلك ان تاكل حقوق الاخرين صار اغلظ واغلظ، ليس كذلك؟ المراد ان الكذب وحده حرام والصدق واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما زال الرجل يصدق يتحرص حتى يكتب على الله صديقه. واياكم والكذب، سواء حلف او لم تحلف، اياك والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن لا شك ان الذي يحلف ويكذب هذا اشد واغلظ، صح؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. لما امر بالصدق يعني فلا يكذب. طيب، قال عليه الصلاه والسلام في الجمله الثالثه: ومن حلف له بالله فليرضى. هذا امر يعني للاسف الشديد ان من الناس من اذا حلف له بالله لا يرضى، بل ربما بعضهم يتجاوز الى ان يقول: لا ما يكفيني، احلف بكذا وكذا. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف له بالله فليرضى. حق من يعرضه الله عز وجل، ولا يجوز الحلف الا به. فكيف يصير عند الناس من في قلبهم ايمان وينتسبون للاسلام ان الحلف بالله يعني اي كلام، لكن احلف بكذا وكذا هذا لا يجوز. طيب، لو ان شخصا ما على مله غير مله الاسلام ولو حلف بالله لا نامن انه يكذب، ونحن نريد ان يعني ان ندينه بشيء، فلنستحلف بغير الله؟ ايش رايك؟ نستحلف بغير الله؟ هل نقول اقسم بالولي الفلاني؟ اذا اقسم بالولي الفلاني ما راح يكذب، نقول له ذلك؟ لا نقول له ذلك، لان لو قلنا له ذلك ماذا فعلنا؟ دعوناه للباطل والشرك. حتى لو لم يكن هناك سبيل امامنا الا ان يحلف بغير الله ما استحلفنا بغير الله، بل لو حلف لنا بغير الله لنهيناه عنه وقلناه احلف بالله. واضح؟ طيب، ومن حلف له بالله فيجب عليه ان يرضى. اذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، وجوب الرضا باليمين بالله وتحريم مطالبة الآخرين بالحلف بغير الله، هذا يدل عليه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، ليس من الله أقل شيء يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. أي فعل؟ أن الإنسان يحلف له بالله فلا رضى، يريد لا ألا أحلف بشيء آخر. هنا يحتمل أن ومن لم يرضى فليس من الله أنه ما يقبل أن يحلف له بالله، لا يحلف بالولي، واضح؟ واحتمل أنه حلف له بالله وما صدق بعد. طيب، هنا مشكلة، كل واحد يحلف بالله لازم يصدق. إذا كان ما ظهر لنا كذبه نلقى الأمر إلى الله عز وجل، لكن هب أن شخصا ما وجدناه متلبس بالجريمة، بالسرقة، بالاعتداء، ثم قد يحلف لنا بالله اني ما فعلت، كما يفعل المنافقون يحلفون بالله، فهؤلاء ما يلزم ان نصدقهم، لا يلزم ان نصدقهم. نحن ما قلنا لا نرضى ان تحلف بالله، احنا راضين ان تحلف بالله، لكن هذا كاذب، ولو لم نفعل ذلك لفسدت الدين والدنيا، ولا لا؟ ممكن ياتي واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف كذاب والضار، فيقسم لنا بالله أن نسمعه، هل نأخذ كلامه؟ لا. أو يأتي الإنسان ويقسم بالله كاذبا أنه فعل أو أنه لم يفعل، ما نقبل منه. قامت عليه الشهادة، رأوه متلبسا، أقسم بالله ما فعل، لا يرد عليه، واضح؟ لكن المقصود ومن لم يرضى باسم الله، يعني هناك من يحلف له بالله يقول لا احلف لي بكذا وكذا، لا يرد، لا أرضى ولا أقبل أن تكتفي ولن أكتفي بأن تحلف بالله، أحلف بشيء آخر، هذا الذي لا يجوز. واضح؟ طيب، قال الشيخ الشارح
فوزان. قال الشارح حفظه الله: قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما جاء فيه من الوعيد وانه ينقص التوحيد، لان الذي لا يقنع بالحلف بالله لا يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، لانه لو كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحلف به، فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله دليل على نقصان تعظيمه لله، وهذا ينقص التوحيد، كما ان كمال تعظيم الله كمال في التوحيد. هذا وجه مناسبه عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. اذا مناسبه عقد هذا الباب ان من كمال التوحيد ان المسلم يقنع بالحلف بالله ولا يطالب احد ان يحلف بغير الله، فان لم يقنع بالحلف بالله او طالب غيره فهذا ينقص التوحيد ولا شيء. نعم. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلف بآبائك. سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله وانه شرك او كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، لان الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله بالحلف به فان هذا شرك لله عز وجل، وهو يختلف باختلاف الحالفين. من كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك اكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله فانه يكون شركا اصغر. وعامة المسلمين يقسم بغير الله ولا يعتقد ان المقسوم به او المحلوف به كعظمة الله. هذا عامة اصلا من اعتقد ذلك ليس بمسلم ولو تسمى بالاسلام. واضح؟ طيب هذا اذا اعتقد انه يعني عظم المخلوق كتعظيم الله. طيب اذا اعتقد ان هذا المخلوق اعظم من الله، هذا من بابي او من بابي او لا. صح؟ طيب. طيب كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. ليس هذا خاصا بالآباء، الحلف بغير الله لا يجوز سواء كان بالآباء أو بغيره، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين أو كان بكعبة أو غير ذلك. فالمخلوق لا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل. فذكره الآباء هذا من باب ذكر بعض أفراد المنهيين عنه، لأن عادتهم أن يحلفوا بالآباء. طيب، يعني لما قال لا تحلفوا بآبائكم يقول الشيخ أنه ليس قاصر على النهي عن حلف الآباء، وإنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان أكثر ما يحلفون به، فيكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وإلا الحديث الأخرى بينت أن لا يجوز الحلف بغير الله، وكل من سوى الله فهو غير الله. يعني لا، ليس ثم شيء موجود إلا خالق أو مخلوق أبدا، الخالق الله وكل من سواه مخلوق. فهنا يشمل بغير الله، يشمل من؟ كل شيء، ملائكة، الرسل، الكعبة، الأنبياء، الصالحين، الأولياء، النعمة، الآباء، الأمهات، الولد، الرؤوس، الوطن، ما تحلف بشيء إلا بالله، لأن كل ما سوى الله هو غير الله. الله جل وعلا استمع على عرشه إيش باء خالق خالق المخلوق مخلوق. إذا لماذا قال لا تحلف بآبائكم وخص ذكر الآباء؟ هذا ما يقال على سبيل المثال، فذكر فرد من أفراد من عن حلفين، أو لأن هذا الأكثر جريان على ألسنتهم كانوا يحلفون بآبائهم. ولو ضمينا هذا الحديث إلى حديث أخرى لوجدنا أن الحلف بغير الله مطلقا لا يجوز، وإنما الحلف بالله وحده. نعم. قوله ومن حلف بالله فليصدق، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف بالله يجب عليه أن يصدق، فلا يحلف بالله كاذبا، لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى، وإذا أضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق بموجب هذا اليمين فهي يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. صح. لذلك قيل أن السيئات تجر بعضها بعضا، وهل كذلك الحسنات؟ نعم، الحسنات تجر بعضها بعض، سبحان الله. السيئة تولد سيئة والحسنة تولد حسنة،
لو أن شخصا ما تكلم فكذب هذا سيئة. فإذا سألناه سؤال آخر مبني على الكذب الأولى اضطر أن يكذب ثانيا، فإذا سئل سؤال ثالث بناء على الكذبتين كذبة ثالثة. كما لو قال الشخص مثلا أين تسكن؟ قال المنطقة الفلانية، هو كاذب. أي شارع؟ قال شارع رقم كذا. أي جادة؟ قال جادة رقم كذا. كم رقم بيتكم؟ قال كذا. من جيرانكم؟ قال فلان وفلان. أقرب مسجد؟ قال مسجد فلان. فاضطر كل ما سُئل أعطى سيئة أخرى. وقد يكذب وقال أقسم على ما تقول فيقسم. شوف أول شيء كذب، ثانيا أقسم على الكذب. واضح؟ لذلك المطلوب المسلم أصلا أن يكون صادقا. فإذا أضاف على الكذب الكاذب إن كذب وأضاف على الكذب قسم بالله صارت من السيئة أعمر. وذكر من يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله بالحق ولا يزنون. ماذا قال؟ قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا قال يضاعف العذاب؟ قال لأن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله وقتل النفس والزنا. سبب مضاعف أنه قد يجمع بين ماذا وماذا وماذا؟ بين الشرك والقتل والزنا. حتى المشرك لو أشرك بالله لكن ما قتل أحدا فهذا عذابه أهون. لو أشرك بالله وقتل لكن لم يزني هذا عذابه أهون. لكن إذا جمع بين الشرك والقتل والزنا هذا عذابه يضاعف له. وهذا واضح جدا الآن في مشركون فقراء ما هذا واحدا، وفي مشرك طاغي أو مشرك كافر ظالم وقتل شعب كامل مثلا ولا أمه هذا مثل هذا، هذا صحيح كافر لكنه فقير عاش فقيرا ومات فقيرا ولا هذا أحد، والآخر كافر لكنه ظالم متعدي قتل بعضهم قتل حتى صحابة بعضهم قتل أنبياء. ما قال الله في كتابه وقتل النبياء بغير حق صح من منبت النبي. فالسيئات تتضاعف ويلحق بعض الله ويجر بعض الله. طيب الحسنات، حسنات كذلك الحسنات. فماذا لو قام المسلم وصلى في المسجد يحصل له حسنات كثيرة غير الصلاة ذاتها ولا لا؟ المشي المساجد هذه حسنات، دخول المسجد حسنات، إضاءة الصلاة حسنات، يخشع أكثر، يسبح بعد الصلاة، يتسنن سنة قبلية سنة بعدية. هذه الأمور لا تتأتى له لو صلى منفردا صح؟ لما أتى بصلاة الجماعة الحسنات يجر بعضها البعض. إذا حج لبيت الله له حسنات كثيرة. إذا صام رمضان كم صام رمضان ما عنده ما وراء لا غدا ولا فطور يجلس بالمسجد يقرأ القرآن، فتجد أن الحسنات يجر بعضها البعض. كمان السيئات يجر بعضها البعض. فإذا يحرص المسلم على الحسنات تقليل السيئات وأسعد الناس من عاش على هذا المبدأ. إيش مبدأك؟ إن أنا أريد قبل أن يقبل الله روحي أكثر من حسنات ما استطعت وأقل من سيئات ما استطعت. والسيئة لابد أن تقع فيها، أنت لست المعصوم. ماذا تفعل بالقاعدة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا مبدأ عند المسلم يصبح ويمسي وهمه أن يكثر من الحسنات وأن يقل من السيئات. وذلك إذا أوى إلى فراشه نظر في يومه ماذا فعلت، وإلا به قد صلى صلاة الخمس في المسجد وأدرك تكبير الإحرام. الله، هذا فتح اليوم، هذا إنجاز عظيم. تدرون لا، لأن اليوم هذا يعني عليك وعلى غيرك، ماضي ماضي صح ولا لا؟ شرقت الشمس وغربت وانتهى اليوم، لكن أنت أنجزت أمراً عظيماً جداً وهو أنك صليت الخمس صلوات في المسجد وأدركت التكبير الأحرام. وشوف عاد انظر ماذا يتبع هذه الصلاة من الوضوء والخطوة المساجد وانتظار الصلاة والسنن القبلية والبعدية والأذكار كثير أشياء. فالحمد لله المسلم هذا منهجه في الحياة، يعيش ليكسب الحسنات ويقلل
من السيئات. واضح؟ طيب إذن هنا بعض الناس يكذب، يقول احلف اقسم، روح يقسم على الكذب. فمن البداية لو انه ما كذب لما وقع في السيئة اللي اكبر منها، وهي انه يقسم على الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله فليصدق. واضح؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم يا احمد يصدق فليصدق، هذا فعل امر ولا مضارع؟ فليصدق امر. شو اسوي تيجي تعمل؟ ها لا مضارع هذا ولا لا؟ فعل ضار الامر. صدق يصدق اصدق، الماضي ايش؟ صدق صح؟ مضارع يصدق الامر اصدق. هنا ايش قال؟ قال فليصدق، ما قال اصدق، فعل مضارع صح؟ اعيد السؤال، فليصدق هذا فعل مضارع يصدق ولا امر؟ مضارع. ها؟ مضارع. مضارع صحيح الان صح، لكن دخلت عليه لام الامر فاعطته معنى الامر. قوله ها فليصدق، اللام هذه لام الامر فاعطت معنى الامر، ولو فعل مضارع هو فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعامل جزمه السكون. صح يا حسام، فليصدق فعل مضارع لكنه اعطى معنى الامر لدخول لام الامر عليه. احمد لازم تتعلم. ها طيب ما سويتك هكذا انت؟ طيب كمل كمل. والحلف بالله كاذبا هي اليمين طموس، سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. تغمس تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار، والعياذ بالله. كالذي يحلف على السلع في البيع والشراء انها جيده وهي ليست كذلك، او انها سليمه وهي ليست كذلك، أو أن قيمتها كذا وكذا ليراقب الناس فيها وهو كاذب. فإذا حلف على أمر الله كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب بحد ذاته كبيرة. قال الله تعالى فلنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. فالكذب بحد ذاته كبير، فإذا أضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعمى. وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم والمنان والمنافق سلعته باليمين الكاذبة، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة، وينفق سلعته باليمين الكاذبة. وقوله ومن حلف بالله. طيب هنا الشيخ بين لنا اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار، وجمع بعض العلم كما قال الشيخ هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأن الإثم سبيل للنار، فهي اليمين الغموس. فما هي اليمين الغموس؟ قال اليمين يحلف بها صاحبه وهو كاذب، وهو كاذب. فإذا أقسم بالله عز وجل كاذبا هذه يمين غموس، ويشتد الإثم بها إذا كان مترتب على هذا الكذب أنه يأخذ حق الآخرين. واضح؟ كان أقسم بالله الشيء فلان لي، أو أني دفعت أو ما دفع لي. واضح؟ أو أنا جئت قبله، أو هو يقسم كاذبا حتى ياخذ حق غيره. فجمع بين ما بين الكذب وبين الحلف بالله على الكذب وبين اخذ حقوق الاخرين. وجاء في وعيد شديد جدا قال به النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله على الجنه وادخله النار. حديث صحيح صحيح البخاري مسلم. من اقتطع حق امرئ بيمينه، او قال من اقتطع حق امرئ مسلم او مسلم بيمينه حرم الله على الجنه وادخله النار. قال يا رسول الله ولو كان عودا من اراك سواك يعني. لا قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا. قال ولو كان عودا من اراك
ايش وعيده؟ حرم الله عليه الجنه وادخله النار. واضح؟ طيب هنا ما معنى من اقتطع حقا من المسلم بيمينه؟ يعني بيده اليمنى، فلو اقتطع بيده الشمال فلا شيء عليه. ها باليمين يعني القسم. وجد من فهم بيمين يعني ايش؟ بيد اليمين. ماذا يفعل؟ ما شاء الله فقيه، اقتطع بيده الشمال. كل شيء كل شيء موجود. تجد عدد العلماء في فهم الناس هل بدع فهموا اشياء كثيره. لا، انا سمعت بعض الناس، يعني سمعت من يعرفهم شخصيا، ياكلون الربا، ياكلون الربا فيضعون اموالهم في بنوكهم معاي فوائد ربويه، لكن ماذا يفعلون؟ قال لكن ما نشتري فيه طعام ابدا، والله ما نشتري طعام، فلوس الربا هذه ما نشتري طعام، نبدل اثاث، نصلح المطبخ، حتى اما اكل ما اكل. ايش رايكم بالفقه؟ ما رايكم بهذا الفقه؟ يعني اذا كان لا يجوز ان ياخذ احد الربا ليقضي به اخص حوائجه وهو طعام الشراب اللي لما اذا ما اكل هلك، فلا يجوز. فكيف تأخذها لتشتري به شيء كمالي؟ هذا من باب أولى. ولو كان كذلك، يعني بما أنه يأخذ ربا ولكن لا يشتري بطعام الشيخ، إذا يأكل مال اليتيم أيضا، يأخذ مال اليتيم ويشتري حاجات، أثاث، سيارة، ما يشتري طعام. فقه شيطاني. ما تتصور الناس كيف يعني يعبث بهم الشيطان. لكن اهل العلم ماذا قال؟ فاذا كان الاكل هو خصائص الانسان يهلك بدون اكل، لا يجوز تاخذ الربا او مال اليتيم فتشتري بالاكل، فكيف بما وصف؟ فكيف عقدته واتلفته او على كماليات او على هذا؟ اشد حرمه، اشد حرمه. فهنا اذا نعود، من اقتطع حقا من بيمين يعني اقسم بالله فاخذ حق غيره، فجمع بين ثلاث أمور. أولاً كذب، ثانياً أقسم بالله على الكذب، ثالثاً أخذ حقوق الآخرين بالكذب بالحلف بالله عز وجل، فصار هذا من أشد الوعيد الذي ورد في مثل هذه المعصية الكبيرة. طيب أيضاً بالمقابل في ناس فهموا من هذا الحديث فهم أيضاً بعيد، فقالوا الحديث دال على ماذا؟ على أن من اقتطع من أخيه سواء كان فهو مخلد في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يقول؟ يقول من اقتطع حق امرئ بيمينه الا حرم الله عليه الجنه وادخله النار. الجنه عليه حرام وهو مخلد في النار. فجعلوا هذا الوعيد في هذه المعصيه كالوعيد في الشرك بالله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فجعل المعصية كالإيش؟ كالشرك بالله عز وجل. وهذا بعيد جدا، ضلال مبين. هذا الضلال مبين. الله جل وعلا يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما لا يغفر الله لصاحبه، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا ما معنى الحديث؟ لا يمكن يكون معارضا للآية. فيكون الحديث يدل على الوعيد الشديد، الوعيد الشديد. فإن شاء الله عذب هذا الذي اقتطع حق امرئ بيمينه فإنه يحرم عليه دخول الجنة دخولا أوليا، وطبيعة الحال سيدخله النار، لكن بفضل التوحيد لن يخلد في النار، ويكون مآله الأخير إلى الجنة. ولو لم نقل بهذا التفصيل لا كان في بين كتاب الله وسنة الرسول أو بين الكتاب والكتاب إيش؟ تعارض. فتارة يذكر الله بأن الشرك الذي لا يكفره، وتارة يذكر أن المعاصي أو مطلق المعاصي يخلد صاحبه في النار. نقول لا، إذا المقصود بالمعصية التي يخلد صاحبه في النار هي الشرك بالله عز وجل، لا مطلق المعاصي. ولو كان مطلق المعاصي لما دخل أحد الجنة إلا المعصوم، ولا لا؟ لأن كل ابن آدم خطأ إلا قد تخطئ بالليل والنهار،
لازم أن المعصية تطلق على ماذا وماذا؟ على التقصير في الطاعة أيضا معصية، وعلى فعل المحظور أيضا معصية. فمن ذا الذي ما سأطاط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ ما أنكم تخطون بالليل والنهار، كل من هذا الخطاء. ولما شرع أصلا الاستغفار والمشي المساجد والوضوء والصلاة الخمس والجمعة الجمعة؟ لأن الإنسان يكسب ذنوب بشكل مستمر. فلذا كسب خطيئة واحدة وخلت في نار جهنم، إذا ما فرق بين الخطيئة المعصية وبين الشرك ما دام هذا يخلد وهذا يخلد؟ قال ربنا جل وعلا يقول: بلى من كسب سيئة سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا استمعت مقطع لبعض الوعاظ اللي يتكلمون وقرأت الآية بصوت جميل، ذو الأسف أنه جهل كبير، ما كان يجوز لهم أن يتصدروا ويتكلموا بجهل، يدعون الله عز وجل، يأسون الناس برحمة الله وينزلون النصوص على غير مراد الله. هذا الذنب أشد من ذنب العصاة الشباب اللي هم يدعون من الله عز وجل، ذنبهم هذا وهم يتكلمون على غير علم ويروجونها ويصورونها ويوزعونها أشد من أصحاب المعاصي اللي هم يدعون الله عز وجل. فأقول أحدهم: شوف، لا تستهين بالمعاصي، خطيئة واحدة تدخلك في جهنم تخلد فيها. ويعطي الثاني ماسك بعد كبر صوت لاخط ويقرأ الآية: بلى من كسب سيئة وحاطت في خطيئة فأولئك أصحاب النار في خالدون. السيئة اللي تحيط بالإنسان وتحبط عمله والشرك ليس مطلق المعاصي. الصحابة كان منهم من يجلد، يشرب الخمر ويجلد. ليش؟ لماذا يجلد؟ ليش ما يقتل إذا كان المعصية توجب الكفر والخلد في النار؟ إذا المفروض ماذا؟ يقطع عنقه، صح؟ لما فرق ربنا جل وعلا في العقوبة بين العاصي والمشرك دل على أن المعصية غير الشرك. قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بينما المرتد يدق عنقه. لما صار في فرق بالعقوبة، هذه عقوبة الدنيا، وفي فرق بعقوبة الدنيا والآخرة، صار المعصية غير والشرك غير. وكل ما جاء في كتاب الله في تخليد من عصى الله، من عصى الله في النار، فالمرأة يحمل على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وهذا قرآن وهذا قرآن، الذي قال في كتابه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هو القائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. إذا ما حملنا المعنى الصحيح ماذا سيحصل؟ سنجعل القرآن في تناقض، والقرآن معصوم من التناقض، هو كلام رب العالمين. ولو كان عندي غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. إذا هذا معنى وهذا معنى، فحين الله لا منافات. فيأتي الوعيد الشديد حتى يكون زاجرا لأهل المعاصي، لكن ليس المراد أنه يخلد في نار جهنم لمطلق المعاصي سواء صغائر أو كبائر. لا يخلد في النار أو لا يخلد في النار إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. واضح؟ طيب، إذا هنا إذا جمع بين عدة معاصي زاد عذابه والعياذ بالله. كذب، حلف بالله كاذبا، أخذ حقوق الآخرين، فهذه من الغموس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المسبل عند الخوارج من الباضية، الحديث هذا كل مسبل مخلد نار جهنم، وفعلا هم يقولون عند الباضية، ناظر معهم على الواتساب، أن اللي قص لحيته قاص اللحية مخلد نار جهنم. نار جهنم على طول. بلغ الأمر فيهم أن عثمان وعلي رضي الله عنهم هم مشران الجنة مخلدان في النار. هذا بعضهم ينص عليه وبعضهم لا ينكر عليه، وبعضهم هذا موضوع اجتهاد. تقول عن الخلفاء الراشدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصهارهم عثمان وزوج ابنتين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرين بالجنة.
يعني والله ايش مصير المسلمين اذا عثمان وعلي وخلد في النار؟ ايش لكم نحن؟ ايش تقولتوا عن انفسكم؟ انتم اكمل من عثمان وعلي؟ سبحان الله. وذاك انا حشرتهم في مناظرات في المعام، قلت الواحد منكم واحد يفتي يجيب على السؤال ايما افضل وخير عند الله ثم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عند المسلمين، عثمان بن عفان وعلي بن طالب او فلان ذكرته المفتي فلان؟ يعني جواب ولا واحد يستطيع، ولا واحد، لانه لو اجابوا لفضح انفسهم. ما في واحد من عامه المسلمين يتجرأ ويقارن نفسه بعثمان وعلي رضي الله عنه. لكن انظر الى اصحاب الاهواء تجدهم اباضيا يتكاتفون مع الرافضه على اهل السنه. شوف، مع ان الرافضه يعبدون عليا وهم يكفرون عليا، فعلى طرفي نقيض بالاعتقاد، لكن كلهم ضد اهل السنه. يعني اشبه ما يكون باليهود والنصارى. ماذا قال الله جل وعلا في كتابه؟ اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض. مع ان اليهود يعتقدون ان عيسى بن مريم عليه السلام انه ابن غير شرعي وانهم قتلوه ولا يؤمنون به، والنصارى يقولون اليهود اعتدوا وقتلوا عيسى. طبعا ما قتلوا وما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه، لكن شبه خلافه على عيسى بن مريم. فهؤلاء يعبدونه وانه اله من دون الله ابن الله، وهؤلاء قتلوه ويصرع ذلك إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف ايش يقول، ولا يقول ايش عيسى ابن الله. شوف الخلاف الجذري اللي بينهم، ومع ذلك يتآمرون ويوالي بعض بعض ضد المسلمين. فقال جل وعلا اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض. هؤلاء سبحان الله نفسه هم على طرفين في عقائدهم، إلا أنهم ماذا يفعلون؟ يتآمرون ويتكاتفون على أهل السنة. صلى الله عليه وسلم. نجعل الله عز وجل في نحورهم والعياذ بالله. عندهم بغض حط على أهل السنة ما له مثيل. ما له مثيل. يقدمون اليهود والنصارى والرافضة كلهم على أهل السنة. يقول أنهم ايش؟ أهل حق واستقامة. هم أهل باطل وضلالة. واضح إذن هنا الحديث الوعيد تحمل على معنى الشرعي المتوافق مع كتاب الله عز وجل. يدل الحديث هذا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذب عليهم. المسبل يعني ثوبه وإزاره، والمناء يعطي الشيء يومه، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة يعني يقسم حتى يروج بضاعته. وهذا كثير ولا معلوم هذا الموجود نسأل الله العافية كثير جدا. طيب كمل. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، هذا محل الشاهد من الحديث في الباب. خالد اسمه خالد. فليرضى هذا فعل أمر ولا مضارع؟ مضارع. أحمد مضارع. إيش؟ مجزوم هذا ولا لا؟ مجزوم؟ لا، الأمر جازم صح؟ وين الجزم؟ فعل يا رب حذف حرف الألف. حذف حرف اللي هو؟ ألف مكسور. الألف. وأصلها يرضى لما جزم فهو مجزوم على إيش؟ وعلى جزمه حذف حرف. زين صح. كمل. هذا محل الشاهد من الحديث للباب ومعناه. كيف يعني محل الشاهد؟ طيب شنو يعني محل الشاهد؟ هذا محل الشاهد، ما مرة محل الشاهد؟ ها؟ الحديث في عدة جمل صح؟ الشيخ المؤلف لما ساق هذا الحديث يعني يريد يستشهد بهذا الجزء من الحديث على الموضوع اللي تكلم فيه. ايش الموضوع؟ العنوان اللي هو ها؟ باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا العنوان. ساق الحديث، الحديث في عدة جمل. الجملة الأولى لا تحلفوا بأبائكم، الثانية من حلف بالله فليصبر، الثالثة ومن حلف له بالله ف
فليرضى، صح؟ الرابع ومن لم يرضى ليس من الله. في عدة جمل، أين الجملة التي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث ووضع في هذا الباب؟ أي جملة؟ هل هي جملة لا تحب آبائكم؟ أو جملة من حلف بالله فليصدق؟ أو جملة من حلف من حلف له بالله فلم يرضى؟ أو جملة ومن لم يرضى فليس من الله؟ فليس من الله؟ قال لك كيف جملة ومن حلف له بالله فليرضى؟ فإيه ماذا يقول حينئذ عن الجملة هذه؟ يقول هذه محل الشاهد الحديث، محل شو محل؟ يعني في أكثر من محل، في جملة جملة هذا اسم محل، عشان خلاص تمشي معك حياتك كلها. من يقول لك هذا موضع الشاهد؟ يعني اقصد الجزء اللي في الحديث اللي الذي من أجله ساق الحديث واستدل فيه هذا الباب، هذا معنى محل الشاهد. خلاص؟ راح أسألك شلون محل الشاهد فانتبه. يلا. أحسن الله عليك. طيب. يقول هذا محل الشاهد من الحديث للباب، ومعناه فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه، وهذا يدل على كمال التوحيد. ثم الحالف ان كان صادقا فهو على ما حلف، وان كان كاذبا فاثمه عليه. طيب في العنوان ايش يقول؟ باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ومحل الشاهد ومن حله بالله فليرضى. هل بين العنوان وبين الشاهد من الحديث منافات أو تعارض أو تباين، إيش منهم؟ ولا توافق؟ توافق. ليش؟ كيف؟ لأن من لم يرضى معناها ما اقتنع. واضح؟ واضح الأخوة الروسيون شو عربيتكم هنا؟ بما أنه ما رضى يعني ما اقتنع، لو اقتنع لرضي، صح؟ إذن هذا التطابق، بما أنه لم يرضى ومن حلف له ومن حلف له بالله فليرضى. طيب معنى وإذا لم يرضى يعني ما اقتنع بالحلف فجاء في الوعيد، وهذا ينقص التوحيد. نعم. استمع. قوله ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد. هذا وعيد شديد. يعني ليس معنى ومن لم يرضى فليس من الله يعني هو كافر صار كافرا، ولكن هذا الوعيد للتخويف من ايش؟ من الواحد لا يرضى اذا حلف له بالله. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني الوعيد ما زلنا نحن نتكلم فيه. لو واحد توعد احدا بشيء ليس معناه انه سيوقعه كما هو تكلم به. ولا لا؟ اما يقول قائل مثل اب او ام، والله يا فلان والله لاذبحك، والله اذبحك ان سويت كذا. هل معنى هذا وراح وعاد الشيء والله لو اذا تاخرت اذبحك؟ هل معنى فعلا اذا جاء تاخر مجهز له سكين يذبحهم؟ ولا والله ادوس بطنك؟ هل معنى لازم يمكن صح ولا لا؟ وعيد. الوعيد ليس بالضروره ان يراد به ايش؟ تنفيذه كما هو، وانما يراد بمثل هذا الوعيد التنفير من هذا الفعل. التنفير من هذا الفعل. وهذا ليس من الكذب كما يظن البعض يقول يعني ما قتل يعني كذب. لا، ليس كذبا. هذا اسلوب عربي يتكلم به الناس. والله جل وعلا انزل كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربيه كما يتكلم الناس. ما يحصل معك انه ياتيك عامل تتقابل معه على شيء ثم اتولى الشغل ليس كما ينبغي. قلت ما عملت شيئا. شيء ما عملت شيئا. أربع ساعات يشتغل ما عمل شيء، يصعب ما عمل شيء. ها أبو سامي أنت مقاول تكييف، جبتك هذا سوي التكييف قعدت أربع ساعات بتوع عمالك، آخر شيء التكييف لحد الآن حار، شو أقول لك؟ ما سويت شيء. أنا كاذب ولا صادق مثل ما سويت شيء؟ صادق. لما؟ لأنه ما زال حار مثل ما هو. يعني صح ولا لا؟ طيب خلصتم؟ رجل يصلي ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فانك لم تصل. هو صلى ولا ما صلى؟ كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصل؟ يمكن ما راه. لا، راه يصلي وراوي حديث ابو هريره يقول صلى 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 ثلاث مرات الى ان قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيره. هذا اللي اعرفه. فعلمني. فاعتبر الصلاه التي ليست شرعيه كعدمها. واضح؟
واحد قدم اختبار وجايب من 100 درجة 10 درجات، النجاح أقل شيء 50 عشان تكون مقبول، جايب 10. يقول يا دكتور ولا يا أستاذ نجحني، ما كتب شيء. شو ما كتب شيء هو كاتب ماخذ 10%، يعتبر شيء هذا 10%؟ أنا بعيد جدا عن النجاح، فيصح أن يقول أنت ها ما كتبت شيء، صح ولا لا؟ هذا السليم العربية جاءت في القرآن والسنة، جاءت في القرآن والسنة. فإذا جاء الوعيد الشديد فليس من الله، ليس معناه أنه كافر، لأنه ارتكب معصية لم يرضى، نقص توحيده، لكن لا يعني هذا أنه إيش كفر بالله العظيم. وإلا حينئذ سنقع في ورطة كبيرة جدا. واحد يزعم أن لا قيامة ويكفر بالله، زعم الذي كفروا أن لا يبعثوا، كافر بالله العظيم، ولا يشهد لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا يقوم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت، وكافر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وجاحد ومحارب المسلمين ومات، هذا مصيره، مصير واحد مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر، ويشهد الله إله محمد رسول الله ويقوم الصلاة، عنده فلوس بعد يؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه سرق شيئا يسيرا فمات قبل يتوب. هذا عند الخوارج، عند الوعيدية، عند طلب نار جهنم ها مثله مثل ذاك الذي قال الله زعم إذا كفر ولا يبعث. قال باطل، باطل، واضح؟ نعم. فقلت لأحدهم وهو يراسلني، قلت له أنا الشخص ما مسلم، أنت ما بتكلم مقدم هذا، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يصلي الصلاة الآخرة، وسرق عود كبريت، عود واحد، ومات قبل أن يتوب. قال مخلف نار جهنم. أنا كنت بتدرج معي يعني زين، وذا عودين وذا ثلاثة وذا، وإلا من أول عود. قال الحمد لله رحمة الله يسد أيديكم، شوف عود كبريت مخلف نار جهنم. قال هذا كلام الله؟ ماذا قال الله؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الله استدل بالقرآن على غير مراد الله، وهنا الضلال المبين. الشافعي ماذا يقول رحمه الله؟ آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. والله ليس الآية مراد مطلق المعصية حتى عود كبريت مخلف نار جهنم أبدا، لا يمكن أصلا. حينئذ يكون يعني إيش يتساوى الكافر مع المؤمن اللي عنده معصية. والله يقول في كتابه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، قال شوف قال فاسق ما قال كافر، الفسق، الفسق فسقان، يطلق الفسق الأكبر. قال الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لقب هذا الشخص يا أيها الذين اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لكم واتقوا الله إن الله خير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سمى الكافرين ماذا؟ فاسقين، الذين نسوا الله عز وجل وتركوا دينه. هنا الخلط، يظن أن كل كلمة فسق ها معناها الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم في حديث واحد، فقال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، فرق بينهم. الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان. في معاني عظيمة في كتاب الله هؤلاء ما فهموها. يقول كلام الله، طيب كلام الله أين أنتم لما قلتوا الله موجود بلا مكان؟ وين كلام الله؟ ما قال الله ذاك الكتاب. ثم يقول الجمل المناقض لها الله في كل مكان وموجود في بلد ربيع، الله في كل مكان. طيب شوف تناقض، لأن ليس من كتاب الله، وكل عقيدة ليست من كتاب الله تجد فيها اختلافا كثيرا، لأن كتاب الله هو الذي ليس فيه اختلاف. واضح؟ طيب إذا الوعيد يحمل على أنه تهديد، تغليظ المنكر،
بياع شناعته حتى لا يقتربه المسلم، لكن ليس معناه أنه المدرب معصية يكون فيه كافر عند التحقيق والتفصيل حتى نجمع بين النصوص. نعم كمل. فيجب تعظيم اليمين بالله والرضا بها سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظن بأخيه المسلم. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى تحريم الحليف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. والمسألة الثانية وجوب الصدق في الإيمان وعدم الكذب فيها، لأن الصدق في الإيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى. في الإيمان ولا في الأيمان؟ في الأيمان. جمع يمين. يلا عيد العبارة كمان مرة. المسألة الثانية وجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيها، لأن الصدق في الأيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لعهده. والمسألة الثالثة وجوب القناعة بالحلف بالله وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله، لأن ذلك تعظيم بجانب الله سبحانه وتعالى وثقة بالحلف به، وأنه لا يستهان باليمين بالله لا من الحالف ولا من المحلوف له، بل تعبد من الجانبين. وهذا من حقوق التوحيد وعدمه من أصوات التوحيد. بارك الله. نكتب من قبل الله تعالى وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله.